دخلت اصلي فعلا على الطريق صليت المغرب، والامام اقام صلاه العشاء. طيب فانا صليت ركعتين معاه وسلمت، هل الصلاه كده صحيحه؟ لا مش صحيحه، ليست صحيحه. المفروض اتم معاه. يعني سؤالك مجسد في الاتي، خلاص المغرب انتهينا منه، امرأة مسافرة تصلي وراء إمام متم، هل يجوز لها أن تجلس بعد ركعتين وتسلم؟ لا يجوز ذلك. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قيل له يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا في سفر وصلينا خلف الإمام نصلي أربعا، وإذا صلينا منفردين صلينا ركعتين؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فأفاد قول ابن عباس أن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى منفردا صلى ركعتين، وإذا صلى مؤتما بإمام مقيم صلى أربعا، والله أعلم. يعني أعيد الصلاة مرة ثانية. شكرا، الله يبارك فيك.